نختتم معكم مشاهدينا الكرام جولة الأعمدة، أعمدة رأي المقالات اليوم من أخيرة الأخبار لمصطفى أبو العزائم، بعد ومسافة، والتي أتت اليوم بعنوان حكومة الصدمة. يبدأ أبو العزائم زاويته بالقول مباشرة وعقب ما راجع عن حديث السيد معتز موسى داخل مسجد مجلس الوزراء وهو يخاطب العاملين بالمجلس وتسميته لعلاج أزمة الاقتصاد التي نعاني منها باستخدام علاج الصدمة، أطلق الشارع اسم حكومة الصدمة على الحكومة الجديدة. يضيف أبو العزائم معروف أن أول من نادى بممارسة الصدمة وتطبيقها في الاقتصاد هو الأمريكي ميلتون فريدمان، وتقوم نظريته على أن معالجة التردي الاقتصادي لا تتم إلا عن طريق صدمة الشعوب، وذلك كأن ترفع الحكومة يدها عن السيطرة على الأسعار، أسعار السلع والخدمات، وترفع يدها تماما أيضا عن السيطرة على أسعار السوق. وهنا تكمن الكارثة، لأن النتائج المتوقعة ستكون لغير صالح الشعب ولا لصالح الحكومة بطبيعة الحال. يتابع الكاتب: كان أول تجريب للصدمة في تشيلي التي قام رئيسها برفع الدعم عن السلع ورفع الرقابة عن الأسعار، وباع الشركات المملوكة للدولة وأزال الحواجز ومعوقات الاستثمار وخفض الإنفاق الحكومي، ما جعل الدكتور فريدمان يشيد بتجربته. ولكن بعد عام فقط وصل التضخم في تشيلي إلى 375%، وهو أعلى معدل للتضخم في التاريخ. يزيد أبو العزائم: التجربة الثانية كانت في الأرجنتين عقب انقلاب عسكري في مارس من العام 1976 لتصبح نظرية الصدمة قابلة للتطبيق، وفي غضون عام فقط انخفضت الأجور بنسبة بلغت 40%، وأغلقت المصانع وزادت نسبة الفقر. يختتم الكاتب زاويته بالقول: نظام الصدمة أثبت فشله تماما، ونرى نتائجه الآن في ليبيا والعراق وغيرها، وهو أول خطوة نحو الهوية وانهيار الدولة. بعد هذا الفاصل القصير نمضي معكم إلى فقرتنا التحليلية لليوم، يصحبنا فيها الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ حيدر المكاسب.